السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. قرض العاطلين عن العمل، بنك التنمية الاجتماعية الشروط وطريقة التقديم 2022 بالمملكة العربية السعودية. إليكم التفاصيل متابعينا لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة في عز الاشتراك، ولا تنسونا بلايك حتى ننقل لكم كل ما هو جديد إليكم. يتم تقديم قرض العاطلين عن العمل بنك التنمية الاجتماعية لكل من يبحث عن وسيلة للعمل في الأنشطة الحرة التي تدعمها المملكة، والتي يتم تقديم التمويل اللازم لها من خلال بنك التسليف، وهو من البنوك الوطنية الداعمة للشباب والباحثين عن فرص عمل من خلال ما يتوفر لديهم من مهن أو حرف يتمكن الفرد من العمل بها وتحقيق الدخل الذي يريد، بل وتوفير فرص العمل للآخرين. ويقدم بنك التنمية الاجتماعية التمويل النقدي للعاطلين عن العمل بشروط ميسرة، كما يقدم لهم تمويل السيارات للعمل في النقل الموجه أو توصيل الطلبات. قرض العاطلين عن العمل بنك التنمية الاجتماعية، يقدم بنك التنمية الاجتماعية للعاطلين عن العمل والراغبين في العمل الحر لزيادة الدخل بالإضافة إلى عملهم، ولذلك يقدم التمويل النقدي الذي يصل إلى 120 ألف ريال سعودي وفق مجموعة من الشروط الميسرة والتي يمكن تحقيقها والتقديم الإلكتروني على التمويل من خلال موقع البنك. قرض العاطلين عن العمل التمويل النقدي، يقدم بنك التنمية الاجتماعية التمويل النقدي للباحثين عن تمويل العمل الحر، ويتم التقديم وفق مجموعة من الشروط، منها أن يكون لديه القدرة على العمل ولا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام، الحصول على وثيقة العمل الحر من خلال موقع العمل الحر الإلكتروني، لابد من توافر السجل الائتماني وأن يكون السجل سليما، لا يكون لديه مصادر للدخل الشهري تزيد عن 20 ألف ريال. المميزات وطريقة التقديم على منتج التمويل، يقدم بنك التسليف منتج التمويل للعاطلين عن العمل، وهو تمويل العمل الحر وفق مجموعة من المميزات، منها وصول القيمة المالية للتمويل 120 ألف ريال، يقدم البنك الأقساط حتى 40 شهر مع إمكانية السداد الشهري أو حسب الاتفاق تقديم رسوم إدارية رمزية لا تتعدى 4000 ريال، ويتم التقديم من خلال موقع البنك الإلكتروني كالتالي: الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية من خلال النفاذ الوطني الموحد، وسنترك لكم رابط البنك في صندوق الوصف أسفل الفيديو، تعبئة نموذج الطلب والتحقق من أهلية المستفيد وتوافر الشروط، يتم الحصول على نماذج التقديم من الموقع وتعبئتها وإرسالها بالبريد، يتم الانتهاء من الإجراءات وحصول المستفيد على قيمة التمويل عبر حسابه المدون في البيانات. تمويل السيارات للعاطلين عن العمل بنك التنمية الاجتماعية، يوفر بنك التسليف نوعين من تمويل السيارات من خلال التقديم على قرض العمل الحر والعاطلين للعمل، وهي تمويل السيارات للعمل في النقل الموجه أو تمويل السيارات للعمل في توصيل الطلبات، ويتم التقديم عليها من خلال موقع البنك الإلكتروني وفق شروط ومميزات، منها أن يكون متقدم بين 18 و60 وأن يكون لديه سجل ائتماني سليم لا يتعدى دخل المتقدم عن 14 ألف ريال شهري، وأن يتوفر ضمان مقابل التمويل، كذلك توفر رخصة قيادة سارية مفعول وعدم وجود مخالفات مرورية على المتقدم، أن يتم التسجيل في إحدى الشركات المعتمدة، ويتم التأمين على مركبة. من المميزات وصول التمويل إلى 150 ألف ريال والأقساط حتى 60 شهر، كما يتم الإعفاء في حالة العجز أو الوفاة والرسوم 4000 ريال فقط. متابعين، إذا أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.